من الكرة الطايرة نروح للسلة. مباراة السوبر المصري واللي أقيمت امبارح على صالة الشباب والرياضة في مدينة 6 أكتوبر وجمعت ما بين نادي الزمالك بطل الدوري ونادي الجزيرة بطل الكاس، وانتهت بتتويج الجزيرة باللقب بعد الفوز بنتيجة 93-83. وشهد الشوط الأول تفوق الجزيرة على الزمالك بنتيجة 30-24. خلال الشوط الثاني وصل كمان الجزيرة تفوقه على الزمالك بنتيجة 46-40. أما في الشوط الثالث فأكمل الجزيرة تفوقه على الزمالك بفارق 7 نقاط بالوصول إلى النقطة 69 مقابل 62 نقطة. واختتم اللقاء في الشوط أو اختتم اللقاء في الشوط الرابع بتفوق الجزيرة بنتيجة 93-83. بهذا الفوز بيتوج الجزيرة بلقب السوبر للمرة الخامسة في تاريخه ليتصدر قائمة الأكثر تتويجا به المباراة. طبعا شهدت لفتة رائعة من اتحاد السلة واللي قام بتكريم الكابتن مدحت وردة أسطورة كرة السلة بين الشوطين. أكيد إنجاز كبير لكرة السلة في نادي الجزيرة، مش حاجة بعيدة، دايما بنشوف كرة السلة في نادي الجزيرة قريبة وبتتنافس دايما في الدوري وكمان في الكاس وفي كل البطولات. أكيد حابين نبارك لهم.